التسديد من بعيد، الاختراق، الله 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 لخويا لاودروب في التوب في التوب في التوب، يذهب إلى الصدارة ولو مؤقتا. العائد المساكني، الله على الحطة لنامتاي، والكرة على طول إلى المساكني في مرمى الشحانية. أول أهداف اللقاء لنادي لخويا، هدف جميل، هدف يدرس يدرس. تمريرة نامتاي توصل إلى فلاديمير وايس، أمام أكثر من لاعب يحاول حصول على الكرة، خالد مفتاح، ومفتاح سجل الثاني. الإصرار، العزيمة، والمدافع مع خالد مفتاح، سددها المدافع في مفتاح، المفتاح ذهب لفك باب الشيحانية مرة ثانية. شوف الكرة اللي تصطد وتروح، شوف الإصرار من خالد مفتاح على الكرة الماضية، حاول وحافظ على كرته، وحاول عبد الله خالد إبعاد الكرة التي تصطد في خالد مفتاح، والكرة في الجول، جول ثاني. والله ذكية ذكية كانت من خالد مفتاح، والهدف الثاني لنادي لخويا. حاول سوريا، أسرع، مر، جول الثالث، الله الله يا سباستيان سوريا، وهكذا يحتفل بمولوده، وبالتالي يسجل خامس أهدافه في دوري النجوم. السرعة السرعة، نعم السرعة الفائقة لسباستيان سوريا، وهكذا يخطف الكرة من أمام الحارس، لكنه تجاوز في البداية صراع السباق مع المدافع، ونجح بالوصول على الكرة وسجلها في مرمى خليفة العماري. السرعة لسباستيان سوريا، ثلاثية لنادي لخويا حقيقة في هذه اللقطة. سباستيان سوريا يرد علي، وقلت بأن سوريا كان قد، والجماهير تقول مستنياك يا روحي عليك، والآن الله فلاديمير ويز، فلاديمير ويز بيسجل الرابع بالأربعة، ضرب لخويا في مرمى الشحانية. الله على المهارة العالية، أخذ الأول وأخذ الثاني وسجل ثالث أهدافه في الدوري. شوف المهارة، المرور أولا وثانيا، ووضعها في مرمى خليفة العماري، وصار لخويا أربعة، وصار لخويا أربعة. جوسيم مؤقتا، والخامس، الله بالخمسة بالخمسة، لخويا يؤكد الصدارة، وهدف ثاني لخالد مفتاح.